في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن 11 مشروب لإنقاص الوزن في رمضان. 11 مشروب بيعلوا نسبة الحرق في جسمك في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في قناة تمريض منزلي. أتمنى لو أنت أول مرة تشوف القناة بتاعتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة. اول حاجة احنا النهاردة هنتكلم عن 11 مشروب بيعلوا نسبة الحرق في جسم الانسان في شهر رمضان. في شهر رمضان طبعا احنا هنكون صايمين حوالي 16 ساعة او 17 ساعة، وهنبقى فاطرين 7 ساعات او 8 ساعات، يعني هو زي الصيام المتقطع، بس الفرق فيه ان انت في الصيام المتقطع بتشربي طول اليوم، بس في رمضان اكيد مش هنشرب طول اليوم. احنا معانا 7 أو 8 ساعات للفطار بس، هناكل فيهم وجبتين اللي هي الفطار والسحور، وهنشرب بقى فيهم مية، اي مشروب من 11 اللي معانا المتوفر عندنا هنشربه. احنا هنحاول بشكل كبير ان احنا الفترة اللي احنا فاطرين فيها نشرب على الاقل كل نص ساعة اي مشروب او كوباية مية، او لو مش هنقدر كل نص ساعة ممكن كل ساعة، يعني لو كل ساعة، لو هنشرب كل ساعة يبقى الكوباية بتاعتنا كبيرة شوية. الفيديو بتاع النهاردة انا اقول لكم على 11 مشروب، تمام؟ انا مش هتكلم على اكل خالص، فهي بصراحة الفرصة بتاعت شهر رمضان دي فرصة جميلة جدا ان احنا نحرق الدهون بتاعت جسمنا كله، لاننا بنبقى صايمين لفترة طويلة، تمام، حوالي 16 او 17 ساعة، فبالتالي جسمنا ما بتخلوش اي اكل، لا فيتامينات ولا دهون ولا اي حاجة، فبيبدأ ياخد من الدهون المتخزنة في جسمك وتبدأ ان هي تتحرق معاكي. معلش بقى لو كنت طولت عليكم في المقدمة. دلوقتي هنبدأ معانا اول مشروب، هو المية. طبعا اقل حاجة في الفترة اللي احنا فاطرين فيها نشرب 10 كوب مية، لان المية بتساعد على حركة الدورة الدموية، تمام، وبتمنع الصداع والدوخة، يعني مش هتحس ان انتي دايخة ان انتي مصدعة، وهتساعد كمان ان انتي تنزلي في الوزن عن طريق البول، يعني انتي بتشربي مية، المية بتتحول لبول تنزل معاها الدهون. ده غير طبعا ان المية دي مفيدة جدا للجسم وبتساعد على عمل الاجهزة اللي في الجسم، يعني مثلا الكلى والكبد، وكمان بتتخلص من السموم وبتمنع تراصب الاملاح الزائدة، بتساعد على حركة الدهون وانقاص الوزن بشكل كبير. يبقى احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشرب 10 كوبايات مية في الفترة اللي احنا فاطرين فيها، او مثلا ممكن هما 10 هنشربهم عامة، ممكن بقى 5 مية والمشروبات التانية كده، فتمام معاكم زي ما انتوا عايزين. بس ما ينفعش اشرب مية كتير اول ما افطر، هي كوباية مية هشربها اول ما افطر على المغرب كده، تمام، ومعاها تمراية او 2، عشان لو شربت مية كتير قبل ما افطر ده بيتعب المعدة معايا، تمام، وبرضو بعد الفطار ما اشربش مية كتير على طول، يعني ممكن بعد الفطار بساعة ابدأ ان انا اقسم المية بتاعتي على مدار بقى طول الليل. تاني مشروب معانا وهو الزنجبيل. ده تاني مشروب اساسي له قدرة في حرق الدهون، ويفضل تناوله بعد الطعام لانه يساعد على هضم الطعام وبيحسسك ان بطنك مش مليانة اكل. ممكن ان احنا نشرب الزنجبيل لوحده، او ممكن نضيف عليه ليمون او قرفة، بس بمعلقة عسل صغيرة او من غير سكر خالص. تالت حاجة معانا اللي هو الليمون. يعد عصير الليمون من اكثر المشروبات الحارقة للدهون، تناوله بماء دافئ او بارد مع النعناع، او حتى مضاف الى القرفة والزنجبيل، او حتى مضاف للاكل او طبق السلطة. رابع حاجة معانا الشاي الاخضر. يعتبر الشاي الأخضر مشروب له فوائد عديدة في حرق الدهون وإنقاص الوزن الزائد والتخلص من المواد المؤكسدة والسموم بالجسم. ممكن إن احنا نشرب مع الشاي الأخضر، نحط عليه نعناع أو ليمون برضو، ويفضل يكون بعد الأكل، لأنه برضو بتحس إنك هاضم كل الأكل اللي في بطنك وإن انت بطنك مفيهاش أكل. خامس حاجة معانا من المشروبات وهو مشروب الكمون. حسب بقى كمون الحصى او المصحون، تجربة صعبة بس هي يعني رائعة جدا في انقاص الوزن، ويفضل اضافتها الى الليمون او القرفة والزنجبيل، يعني كله على بعضه،
وتأكد انه حارق للدهون جدا. سادس مشروب معانا وهو مشروب الشمر. تناول الشمر بعد غليه وحده او المضاف الى ليمون يساعد جدا على حرق دهون الجسم وخسارة وزن كبير في فترة قصيرة جدا. سابع مشروب معانا مشروب البقدونس. ده سحر حرق الدهون. بنغلي مية تمام وبنحط فيها البقدونس اللي معانا، وبعد كده بنسيبها شوية لحد المية ما بتاخد لون البقدونس وتاخد الفوائد اللي فيه، وبعد كده بنصفيها ونبدأ ان احنا نشربه دافئ. ممكن نضيف عليه نص ليمونة. تامن مشروب معانا وهو مشروب القرفة. تعتبر من أكثر المشروبات الهاضمة والحارقة للدهون، ويمكن تناول القرفة مع الزنجبيل والليمون والكمون. المشروب رقم 9 معانا وهو عصير البطيخ الطبيعي بدون أي إضافات، بدون أي سكر. عصير البطيخ أو أكل البطيخ عامة يفيد في التخلص من الدهون، كما يفيد في إمداد الجسم بالكثير من الفيتامينات في فترة الصيام. رقم 10 معانا هو مشروب الأناناس مع زيت بذور الكتان، يساعد على التخلص من الدهون في الجسم والدهون المتراكمة. يعني هو بيساعد ان هو يخلصك من الدهون اللي في جسمك والدهون المتراكمة. رقم 11 معانا وهو اخر مشروب الشاي بالنعناع المثلج. ويعمل هذا المشروب عند تناوله اثناء وجبة السحور على تسريع الهضم والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم. احنا ملناش دعوة بحتة الكيكة اللي جنب المشروب ده خالص، ها احنا لنا دعوة بالمشروب بس. كده النهاردة نكون اتكلمنا عن 11 مشروب لانقاص الوزن في رمضان، وطبعا لازم هنتبع نظام غذائي مع المشروبات دي. يعني مش هناكل حلويات كتير، برضو مش هناكل حلويات يعني غير في اليوم الفري بتاعنا. نتبع نظام غذائي سليم وصحي. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.